وتفاصيل أكثر حول هذا الحدث نتابعها مع ضيفنا السيد عامر سالمين المري، وهو المدير العام لمهرجان العين السينمائي. أهلا وسهلا بك سيد الفاضل، صباح الخير سيد عامر. صباح النور، يا هلا فيكم وفي قناة الغد، تحياتي لكم. يسعد صباحك سيد عامر. يعني بداية هذا العام يطل مهرجان العين السينمائي بمجموعة مميزة من الفعاليات بيستقطب من خلالها عدد من الأفلام الإماراتية والخليجية والعربية. كلمنا أكثر عن أبرز ملامح هذه الدورة وشو نعم. الجديد اللي بيقدمه لعشاق السينما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان العين السينمائي في دورته الأولى، يعني نقدر نقول إن هي دورة التحدي ودورة استثنائية، لأن الدورة الأولى كانت قبل 7 أشهر، والهدف من الدورة الثانية أن تقام في يناير لتثبيت هذا الموعد في الأعوام القادمة في أجواء شتوية. لله الحمد، يوم أمس شاهدنا افتتاح مهرجان العين السينمائي في قلعة الجاهلي، والقلعة هذه التاريخية اللي بالفعل تميزت بتراثها الشعبي، وأيضا كان الهدف من هذا الافتتاح في الهواء الطلق في أجواء الشتوية لإبراز هذه المدينة الجميلة، مدينة العين والمرافق التاريخية اللي فيها. ولله الحمد توفقنا يوم أمس بحضور كوكبة من النجوم السينما العربية، السينما الخليجية والإماراتية، لله الحمد. نعم. وما التحدي الذي واجهك في هذه الدورة، حيث أنت ذكرت يمكن في أكثر من مناسبة أنه هناك الكثير من التحديات اللي واجهتك كمدير للمهرجان، يا ريت لو تحدثنا عنها. نعم، هناك تحديات كبيرة بلا شك. الكل عارف أن إقامة مهرجان عملية ليست سهلة، وما بالك إذا أنت تعقد الدورة الثانية خلال 7 أشهر، والبحث عن الأفلام المميزة والمشاركة. نعم. وهذه كلها نحن نعتبرها تحدي كبير بالنسبة لنا، ولكن لله الحمد مع المجموعة، مع اللجنة المنظمة، تجاوزنا هذا التحدي بمدى إقبال الشباب الإماراتي والخليجي وصناع السينما في هذه الدول للمشاركة والمساهمة في مهرجان العين السينمائي. ولا أخفي عليكم أن مهرجان العين السينمائي هي المنصة الوحيدة التي أصبحت في دولة الإمارات التي تستقطب أفلام وصناع السينما في هذه المنصة، لله الحمد. وهناك تنافس، وأيضا لا شك أن شعار المهرجان هو السينما المستقبل. نعم. اللي دائما نحن نهتم بالأجيال الحالية ليكونون هم الرواد صناع السينما في دولة الإمارات وفي الخليج في المستقبل. نعم سيد عامر، الاهتمام بالأجيال الحالية هذا يعتبر، يعني يعتبره الكثير، يعني من خلال المهرجان المنصة الأهم بالنسبة للطلبة والمواهب الواعدة في المجال السينمائي. شو هي الفرص اللي بيقدمها المهرجان لهؤلاء الشباب؟ نعم طبعا، الفرصة الأولى أن هناك مسابقة خاصة للشباب الإماراتي، هو صقر الإماراتي للأفلام القصيرة. نعم. هذه أول فرص بالنسبة لهم. وهناك فرصة أخرى أيضا، هناك مسابقة خاصة للطلبة وللمقيمين، وأيضا هنا معظم المشاركين من شباب اللي يدرسون في مجال الإعلام وفي مجال السينما، سواء في كليات أو سواء في الجامعات. هذه فرص اللي نحن أتحنا لهم، لأن مثل ما قلت لك هو المهرجان للشباب، ونحن دائما نبحث عن المواهب. وأيضا من ضمن الفرص الأخرى أن نحن عندنا إن شاء الله راح نوقع اتفاقية يوم غدا مع المعهد العالي للسينما في القاهرة. نعم. أيضا، وهذه الاتفاقية راح تخدم الشباب الموهوبين اللي نحن نستطيع بعيون فنية، اللي نحن نستطيع أن أيضا نختارهم ونزجهم بهذه المعاهد اللي يتعلموا فنون
وأدبيات السينما بطريقة علمية وصحيحة. إذن يمكن دعم مختلف يتم تقديمه للشباب في هذا المهرجان. حضرتك تحدثت عن أكثر من مسابقة أو جائزة، ونتحدث عن الجوائز المتبقية، لكن سؤالي الآن سيدي الفاضل، في حفل الافتتاح تم اختيار الفيلم ستموت في العشرين لحمور زيادة، طبعا الكاتب الروائي السوداني حمور زيادة، ليفتتح المهرجان. لماذا وقع الاختيار على هذا الفيلم؟ ما الذي يميزه بالنسبة لك أو من وجهة نظرك؟ نعم، بالنسبة للفيلم السوداني ستموت في العشرين، طبعا الفيلم انا ما اريد اتحدث كثير عن الفيلم، لان الفيلم هو يتحدث عن نفسه، اللي حقق العديد من الجوائز في المهرجانات الدوليه المهمه ومهرجانات العالميه، وبالتالي اصبح ان هذا العرض للفيلم ستموت في العشرين على مستوى الخليج في المهرجانات هو العرض الاول بالنسبه للفيلم، وهذا بحد ذاته انجاز. اما من الناحيه الفنيه هو فيلم عريق وجميل جدا على حسب المسمى ستموت في العشرين، ولكن هو أحيا السينما السودانية بهذه التحفة الفنية الرائعة جدا، اللي بالفعل الجمهور يوم أمس استمتع بهذا الفيلم الجميل، اللي بالفعل راح يكون يعني بصمة إيجابية على مستوى السينما العربية والسينما السودانية، وهذا يعتبر الفيلم السابع السوداني في مشوار السينما السودانية. نعم سيد عامر، دعنا نتحدث الآن عن المبادرات، يعني من أهم المبادرات التي تم إضافتها في فعاليات الدورة الثانية للمهرجان مبادرة سينما الشاطئ، ماذا ستتضمن هذه المبادرة؟ نعم، عندنا مبادرات كثيرة، مثل ما قلت لك الاتفاقية، مثل ما قلت لك عندنا مبادرة أيضا هذه السنة جائزة الموهبة الإماراتية، أعطينا فرصة للمواهب الإماراتية اللي بالفعل يعني من هذا المهرجان يتم اختيارهم عن طريق لجان تحكيمية متخصصة في هذا المجال وفي الدورة، اللي راح يكتشفون عن المواهب الإماراتية اللي بالفعل تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى الاهتمام بهؤلاء الشباب. وطبعا المبادرة الجائزة الإماراتية للموهبة الإماراتية ليست فقط في الإخراج، لأن عادة معظم الصناع السينما يركزون على جانب الإخراج والتمثيل فقط، ولكن نحن عندنا عدة جوانب في صناعة السينما، عندنا الإضاءة، عندنا التصوير، عندنا الكتابة، هذه الجوانب أيضا نحن حابين أن من الشباب الإماراتي أنهم يهتمون بهذا الجانب. إذا لاحظنا أن هناك شخص أو صانع فيلم عنده هذه الموهبة، نحن راح نتبناه، ولذلك الاتفاقية اللي راح تتم مع المعهد العالي للسينما هذا الجزء من الدعم الشباب لاختيار الناس المتميزين الموهوبين اللي نحن نحس ان عندهم الابتكار. طيب سيدي الفاضل باختصار لو سمحت، نزجهم بالهذا بالوقت، خلال الوقت المتبقي يعني لما بقى الكثير، ماذا سوف تتضمن فعاليات اليوم واليوم الثاني للمهرجان بعجالة؟ نعم، اليوم طبعا اليوم فعاليات اليوم هو الانطلاقة للمسابقات الرسمية، اليوم انطلاقة للمسابقات الرسمية اللي نحن متواجدين الآن في بوادي مول، ومتواجدين أيضا في ستار سينما اللي من الساعة الثانية ظهرا راح تنطلق فعاليات المسابقات الرسمية للمهرجان. هناك أفلام، هناك مسابقة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة والقصيرة، هناك مسابقات للصقر الإماراتي. نعم. وأيضا عندك نحن عندنا باب خاص ما ذكرناه، هو السينما العالم. السينما العالم اللي نحن عادة هم خارج المسابقة، ولكن يتم اختيار أفلام مميزة الحقيقة للعرض، وعندنا أربع أفلام عربية حققت إنجازات كبيرة، وهو الأول عرض لهم، أول عرض على مستوى الخليج في هذا المهرجان. نحن نسمي هذه يعني المبادرة هي سينما العالم في اختيار الأفلام. وفرصة كبيرة للناس أنهم يشاهدون هذه الأفلام. سيد عامر، نتمنى هذا المهرجان أن يحقق التميز
التميز المطلوب في دورته الثانية، وسعداء جدا جدا بتواجدك معنا في يوم جديد. السيد عامر المري المدير العام لمهرجان العين السينمائي، شكرا كثير لك.